مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة من حلقات البرنامج ليوم الأربعاء 17 فبراير 2021. امبارح كلمنا عن البلكونات اللي بنحط وراها الكراسي ونزنق، النهاردة بقى الملايات اللي بتغطي الحتة الرفيعة اللي حوالين الشباك والبلكونة اللي بيخش منها سراسيب الهواء. أنا حاسس بيكم، ويعني برضو صلوا لنا ان احنا يعني في الشارع، انتوا في البيت الحمد لله، وسعداء ان احنا بنقابلكم بانتظام رغم اي ظروف الحمد لله. تعالوا نقول لكم بسرعة هنتكلم عن ايه النهاردة. انتوا عارفين انه حصل حادث بشع بسقوط عدد من الصواريخ، يعني العدد بالضبط ما بين الجماعة المجرمة اللي اعلنت مسؤوليتها عن الحادث وما بين الموقف على الأرض بيتفاوت. البعض قال 4، البعض قال 16، هم قالوا 16، لكن المهم إن هم لقوا عربية بها منصة إطلاق صواريخ في كردستان في أربيل بجانب المطار بجانب السفارة الأمريكية، وأصابت بعض الأهداف في مركز قوات التحالف اللي من ضمنها القوات الأمريكية. قتل شخص وفي 9 أجانب مصابين من ضمنهم جندي أمريكي، وفي 5 مدنيين من العراقيين مصابين أيضا. هل حالات الإصابة مرشحة للزيادة؟ هل في حالات خطرة مرشحة لا قدر الله للوفاة؟ مهم أن هذا الحادث في عمق أربيل الكردستانية، ده طبعا مسار جدل في العالم كله لأنه بيخشى من عودة الإرهاب، وده كان التصريح اللي قاله برهم صالح رئيس العراق. والنهارده هيكون معانا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير الاهرام والمتخصص في الشؤون العربيه للحديث حول امكانيه تجدد الارهاب في العراق بعد هذا الحادث المؤسف. الفقره اللي كان المفروض نعملها امبارح لكن الوقت جري مننا، وكان في اخبار مهمه كتير عشان كسرت الافتتاحات وكسرت الكلمات المهمة اللي أدلى بيها سيادة الرئيس، فأجلنا خبر فقرة فيلم السرب للنهاردة. النهاردة هيكون معانا الناقد السينمائي الكبير الأستاذ محمود قاسم للتعليق على فيلم السرب اللي بيجسد بطولة الجيش المصري في الدفاع أو الرد على ذبح 21 مواطن قبطي مصري في درنا الليبية، وهذا العمل القوي اللي هيخلي هذه الذكرى محفورة في أذهان المصريين وفي أذهان الإنسانية لأجيال طويلة. ده عن فقرتي الحوار اللي هتيجي بعد الأخبار، هتيجي بعد استعراض كام خبر من الأخبار. أول خبر استعرضه مع حضراتكم النهاردة عن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مكتب قمة الاتحاد الإفريقي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. السؤال، هل وجود إيمانويل ماكرون في مكتب الاتحاد الإفريقي مكتب القمة هل يضيف جديدا لقضية سد النهضة؟ هل في تدخلات لمحاولة إثناء إثيوبيا عن سلوكياتها في الفترة الماضية؟ ده اللي هنعرفه في تفصيل الأخبار. أيضا رحب السيد الرئيس بتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان في بعض التصريحات لسيادته النهاردة واللي جاءت على لسان المتحدث باسم الرئاسة كما هو أمام حضراتكم. هل ده كان في زيارة؟ هل كان في استقبال؟ هل في رسائل شخصية؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل في أخبارنا. أيضا سامح شكري وزير الخارجية المصري يعقد محادثات مع نظيره الباكستاني. إيه الفحوى بتاعت هذه المحادثات وعلى ما استقر الطرفان وكيف يتم تطوير العلاقات اللي كانت متوقفة من فترة طويلة بين باكستان يعني تلظيها بنار الإرهاب الحقيقة الفترة اللي فاتت كلها، وتدخل أمريكا فيها وتدخل أكتر من طرف، يعني هل تستطيع أن تستفيق؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل. أيضا سيادة الوزير سامح شكري السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري له تصريح هام النهاردة، قال في نتعاون مع المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا نهاية
2021. إيه تفاصيل هذا الأمر؟ هل نجح المجتمع الدولي بالفعل لوضع خارطة طريق تضمن حدوث الانتخابات في موعدها وبدء تنعم الشعب الليبي بحكم منه وبحكم عادل ويكون كل الطوائف ممثلة وتبتدي الرفاهية في حياة هذا الشعب مرة تانية بس على أسس جديدة من البناء والعلم والثقافة والوعي السياسي؟ ده اللي هنعرفه في تفاصيل الأخبار بعد ثواني. خليكم معنا.